هنتكلم دلوقتي على الباراليتيك استرابيزمس. واحنا قلنا ان استرابيزمس بينقسم اساسا الى قسمين رئيسيين، يا كوميتنت يا نان كوميتنت. قلنا النان كوميتنت نوعين، يا باراليتيك يا ريستريكتيف. النهارده هنتكلم على الباراليتيك استرابيزمس. اول ساين بنشوفها بيبقى فيه ليميتيشن اوف داكشنز اند ديفيرجنز، زي صوره الطفل اللي قدامنا ده، عنده رايت 6 نيرف بولسي، فبنلاقي الفيرجنز ومفتح عين الاثنين في ليميتيشن اوف ابدكشن في الرايت اي، والدكشنز واحنا مغطيين العين الساون، فبنجد ان العين اليمين برضو فيها ليميتيشن اوف ابدكشن. والليميتيشن اوف دكشنز في الباراليتيك استرابيزمس بتعتمد على هل في كومبليت باراليسيس او بولسي ولا في فقط باريسيس. في حاله العضله لو كانت باريتيك نوت باراليز بنلاقي الدكشنز نتيجه الانكريز انرفيشنز اكوردنج تو هيرنج لو، بنلاقي الدكشنز مش ليميتد بالكامل، بتقدر العين تتحرك وتتجاوز الميد لاين في معظم الاحوال. اما لو كان في كومبليت باراليسيس فلاقي الليميتد دكشنز والعين لا تستطيع تجاوز الميد لاين. من الحاجات المميزه لكل انواع الباراليتيك استرابيزمس ان السكندري انجل اوف ديفيشن اكبر من البرايمري انجل اوف ديفيشن. زي الحاله اللي قدامنا دي، الراجل ده عنده ليفت 6 نيرف بولسي، نلاقي في البرايمري جيز وهو عامل فيكسيشن بالساوند اي اللي هي الرايت اي، في سمول ايزوتروبيا في الليفت اي، والانجل اوف ديفيشن هنا صغيره جدا. لكن لما بيعمل فيكسيشن بالباراليتيك ديسيز ليفت اي زي ما هو واضح في الصوره الثانيه، في هذه الحاله بيحتاج اكسسيف انرفيشن للليفت لاترال ريكتس عشان يقدر يعمل فيكسيشن بالباراليتيك ليفت اي. هذه الاكسسيف انرفيشن بتنتقل هي الاخرى الى الرايت ميديال ريكتس بتاعت الساوند اي، فنلاقي الساوند رايت اي بيحصل فيها لارج ايزوتروبيا. وعشان كده بنقول ان في الباراليتيك استرابيزمس السكندري انجل اوف ديفيشن اكبر من البرايمري انجل اوف ديفيشن. ومن الساينز اللي توجد في جميع انواع الباراليتيك استرابيزمس هو الانوملس هيد بوشر. والغرض من الانوملس هيد بوشر ان العيان يتحاشى الدبلوبيا. الصوره اللي قدامنا دي لمريضة عندها رايت 6 نيرف بولسي، لما تنظر الى اليسار بنلاقي الفيرجنز بتاعتها طبيعية جدا، ولكن في الصورة اللي تحت عندما تنظر الى اليمين نلاقي الرايت اي كانوت جو تو ذا رايت لان عندها رايت 6 نيرف بولسي. وبنقول دايما ان الفيس تيرن بيتجه ناحية الفيلد اوف اكشن of the paralyzed muscle. فلو عندي الparalyzed muscle هنا الرايت lateral rectus فالفيستير هيبقى to the right side زي اللي احنا شايفينه في الصورة اللي قدامنا. ومن الساينز اللي بنلاقيها برضو في الparalytic strabismus الساين المهمة اللي اسمها past pointing. لما نمسك حاجة قدام المريض ونخليه يغطي العين السليمة ويبص بالعين اللي فيها باراليسيز، بنجد ان هو لما يشير الى الفيكسيشن تارجت بيتجاوزه، والجهة اللي تجاوزها المريض وهو بيشاور على الفيكسيشن تارجت هي اللي بتحدد لي الجهة بتاعت الباراليزد ماسل. ففي الصورة اللي قدامنا دي نلاقي لو المريض عنده رايت 6 نيرف بولسي فنلاقيه ان اصبعه بيعمل باست بوينتنج يمين الفيكسيشن تارجت. اما اذا كان عنده ليفت 6 نيرف بولسي نلاقي ان اصبعه
بيتجاوز الفيكسيشن تارجت ناحيه البارالايزد ماسل اللي هي الليفت سايد. من السايد اللي اتكلمنا عليها قبل كده واحنا بنشرح اكزامينشن اوف استرابيزمس بيشنت واللي بتحدد وجود باراليتيك استرابيزمس، بنلاقي ان ساكاتيك فيلوستي اوف ذا باراليتيك اي بتقل جدا. ومن السايد الاخرى اللي اتكلمنا عليها اللي هي جنريتد ماسل فورس، وبنقدر باستعمال هذا التيست بنحدد هل الماسل فيها باراليسيز ولا لا حسب قوتها او ضعفها. واتكلمنا برضو على الفورس ادكشن تيست، وده تيست مهم جدا وبنفرق فيه في حاله الليمت ادكشن اذا كانت الماسل فيها باراليسيز او الحول اللي عندي عباره عن ريستريكتيف استرابيزمس. زي ما قلنا في الاناتومي ان الثيرد نيرف لما بيخش من السوبيرور اوربيتال فيشر بيتفرع الى فرعين، سوبيرور ديفيجن وانفيرور ديفيجن. وقلنا ان السوبيرور ديفيجن هو ده بيعمل انرفيشن للسوبيرور ريكتس ماسل والليفيتور بيربيبري سوبريوريس، وقلنا الانفيرور ديفيجن هو اللي بيعمل انرفيشن للميديا ريكتس والانفيرور ريكتس والانفيرور اوبليك. عشان كده بنقول ان 6 عضلات بتوع الاكسترا اوكلر ماسلز 4 منهم بيبقوا انرفيتد بالثيرد نيرف اللي هما السوبيرور ريكتس، الميديا ريكتس، الانفيرور ريكتس، الانفيرور اوبليك، بينما اللاترال ريكتس بتبقى انرفيتد ب 6 نيرف والسوبير اوبليك بتبقى انرفيتد ب 4 نيرف. وعشان كده بنقول ان انواع الثيرد نيرف بولسي كثيره، اولها الكومبليت ثيرد نيرف بولسي يا اما ويز بيوبل افكشن يا اما ويز سبيرد بيوبل، يا اما النوع اللي بعد كده سوبيرو ديفيجن ثيرد نيرف بولسي، والسوبيرو ديفيجن زي ما قلنا بواخد السوبيرو ريكتس والليفيتور بيرتيفلي، ففي هذه الحاله هيبقى البراسيس واخد العضلتين دول. النوع اللي بعد كده انفيرو ديفيجن ثيرد نيرف بولسي، وفي الحاله دي هيبقوا 3 عضلات من تخدين اللي هو الميديا ريكتس، الانفيرو ريكتس، الانفيرو اوبليك، يا اما بنكد البراسيس بيجي في شكل ايزوليتد ماسل بولسي زي ايزوليتد ميديا ريكتس بولسي، ايزوليتد سوبيرو ريكتس بولسي، وانفيرو ريكتس بولسي، وانفيرو اوبليك بولسي. اسباب الثيرد نيرف بولسي يا اما كونجنتال ثيرد نيرف بولسي، يا اما بيجي بوست تروماتيك، يا فاسكولار كوز في عيانين الدايبيتيك والهايبرتنشن. ومن الاسباب الاخرى وجود انيوريزم، واخيرا نيوبلازم. اول ساين في كومبليت ثيرد نيرف بولسي بتبقى العين اكسوتروبيك وهيبوتروبيك، وده ساينز منطقيه لان في حالات الكومبليت ثيرد نيرف بولسي كل الاكسترا اوكلر ماسلز ار بارالايزد فيما عدا اللاتر ريكتس ماسل، ودي اللي بتسبب الاكسوتروبيا، والسوبير اوبليك ماسل، ودي اللي بتسبب الهايبوتروبيا. العيان بيبقى عنده توزز طبعا لان الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس هي الاخرى بتبقى انرفيتد بالثيرد نيرف بولسي، وطبعا البيوبل بيبقى دايليتد وير اكتف. التريتمنت بتاع الثيرد نيرف بولسي بيبقى صعب شويه. قبل ما اتوجه الى السيرجري لابد انتظر اذا كانت الحاله قابله للشفاء، اذا كانت فاسكولار او تروماتيك ومنتظرين يحصل ريجنريشن للثيرد نيرف انتظر قد ايه؟ معظم الناس بيقولوا نستنى سنه، بعض الناس بيقولوا سنه ونص. بنتغلب على الدبلوبيا ازاي؟ ليس لدى ملجا الا ان احنا نعمل باتش. استنينا وما زال الثيرد نيرف بولسي ما زال موجود زي ما هو، بنبدا بعد كده للسيرجري. انواع السيرجريز الموصوفه للكومبليت ثيرد نيرف بولسي كثيره ومتعدده، منها ان احنا نعمل ماكسيمم لاتر ريكتس ريسيشن او ماكسيمم ميديا ريكتس ريسيكشن، بعض الناس بيعملوا سوبيرور اوبليك تينيكتومي، بعضهم بيعملوا سوبيرور اوبليك ترانسبوزيشن تو ذا انسيرشن اوف ذا ميديا ريكتس ماسك، بعض الناس بيعملوا ريسيكشن اوف ذا يوك ماسلز بتاعت الساوند اي. طبعا كل السيرجيكال بروسيدجرز اللي فاتت لابد ان يكون معاها فرنتال سلينج تو كوريكت ذا توزز اوف ذا ديسيزد اي، وناخد بالنا الكوريكشن اوف توزز لازم يكون اندر كوريكشن عشان نحمي العين من الاكسبوشر كراتايتس اللي بتحصل لو عملنا كومبليت كوريكشن اوف ذا توزز.
من الحاجات المميزة للثيرد نيرف بولسي أثناء حدوث الريجنريشن إن ممكن يحصل له apparent regeneration في أشكال متعددة. ممكن يبقى عندي limitation of elevation and depression، وممكن يبقى عندي elevation of the eyelid on attempt adduction. هنتكلم دلوقتي على الايزوليتد superior rectus palsy. العيان اللي عنده superior rectus palsy بتبعد العين بتبقى hypotropic، وبمن انها بتبقى hypotropic فالابر ليد هنا بيفولوا الاي الى اسفل وبيبقى فيه توزز، ولكن هذا التوزز بيكون سيودو توزز بيختفي تماما لما العيان ينظر الى اعلى. بنلاقي العيان اللي عنده السوبيرو ريكتس بولسي عنده ليميتيشن اوف اليفيشن ولكن لما يجي يعمل اليفيشن دورينج ادكشن بلاقي اليفيشن نورمال، بيكون عندي ليميتيشن اوف اليفيشن from the primary gaze limitation of elevation on abduction اللي هو cardinal direction بتاع superior rectus muscle. وبيبقى عندي ساين مهمة بتميز superior rectus palsy اللي هو absent Bell's phenomena. علاج superior rectus palsy يا اما recession resections of the superior rectus and inferior rectus، يا اما بنعمل upward transposition of the medial and the lateral rectus to the insertion of the superior rectus. بعد كده هنتكلم على الـ isolated medial rectus palsy. ده نوع palsy نادر جدا ان تتاخد الميديال rectus فقط هي اللي يحصل فيها paralysis، وطبعا المريض بيبقى exotropic، وطبعا بيبقى عنده limitation of adduction، واكيد هيبقى عنده face turn toward the field of action of the paralyzed medial rectus. وعلاج الميديال rectus palsy يا اما resection of the medial and lateral rectus، يا اما بنعمل transposition of the superior rectus and the inferior rectus to the insertion of the medial rectus. بعد كده هنتكلم على the isolated inferior rectus palsy. فبنجد هذا المريض اللي عنده left inferior rectus palsy عنده hypertrophia of the left eye، واللي يجي يبص the direction of gaze of the paralyzed inferior rectus نلاقي right eye الفيرجن بتاعها normal بينما left eye فيها limitation of movement. وعلاج الانفيرور ريكتس بولسي يا اما resection of the inferior rectus and superior rectus، يا اما downward transposition of the medial rectus and lateral rectus to the insertion of the inferior rectus muscle. اما ال isolated inferior oblique muscle palsy ده اقل نوع من انواع عضلات العين اللي بنشوفها فيها isolated paralysis. هو بيشبه جدا البراون سندروم في شكله، بنلاقي inability to elevate the adducted eye. علاج الانفير اوبليك ماسل بولسي يا اما ابسيلاترال سوبيرور اوبليك تينكتومي، يا اما في العين السليمه بعمل سوبيرور ريكتس ريسيشن اند انفيرور ريكتس ريسيكشن. الدبل اليفيتور بولسي او كما يطلق عليه مونو اوكولر elevation deficiency بيبقى two elevators of the eye فيهم paralysis اللي هم superior rectus والinferior oblique. العين بتبقى hypotropic لان الelevators paralyzed، فالdepressors هي اللي بتشد العين لتحت، ولان العين hypotropic فالupper lid will follow the eye وبينزل برضو لتحت والنهاية العين عنده توز. ولكن بمجرد ما نغطي العين السليمة بنلاقي التوز اختفى تماما، معنى كده ان هو سودو توزز وليس افكتد ليفيتور بالبيبري سوبريوريس ماسل. وبنلاقي ان العين اللي فيها دبل اليفيتور بولسي بيبقى فيها ليميتيشن اوف اليفيشن ان اول جيزز، زي صورة الطفلة اللي قدامنا دي ما بتقدرش ترفع عينيها سواء وهي بصة للرايت او وهي من البرايمر بوزيشن او هي تو ذا ليفت، لان في جميع الاحوال the two elevators of the eye are paralyzed. وعلاج الدبل اليفيتور بولسي يا اما بنعمل resection of the superior rectus and inferior rectus، يا اما بنعمل upward transposition of the medial rectus and the lateral rectus to the insertion of the superior rectus.